عندنا معرض أهل المدارس لسه مستمر وبيستقبل مواطنين، وفي حالة كبيرة جدا من الإقبال عليه من الأمهات عشان يجيبوا المستلزمات اللي وصل التخفيضات عليها ل 30%، وكمان في منتجات غذائية. المعرض مستمر لحد يوم 20 سبتمبر في أرض المعارض بمدينة نصر، كمان في مجموعة من الفروع في المحافظات. خلونا نروح نشوف تقرير ونرجع لكم تاني. معرض اهل المدارس بالكميات اللي انا شايفها حضرتك، الكوتشيات والاحذيه والشنط بجميع المستويات وجميع الفئات، في عند المصري وفي عند الاستثماري وفي عند المستورد بكذا اسعار، ابدا من 100 جنيه لحد 400 جنيه بالنسبه للكوتشيات والاحذيه، في الشنط بتبدا من اول 100 جنيه لحد 300 جنيه، بنراعي فيها الاسعار تكون متخفضه لان احنا واخدين المكان دوت وبنساعد الجمهور ان هو يشتري بكميات اكبر. كل المعرض ان هو عباره عن اعضاء الغرفه التجاريه بالقاهره، وأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة عبارة عن شعب، في شعبة مصنوعات جلدية بتتمثل في الجلود وبتتمثل طبعا في الأحذية، وفي شعبة الملابس، وفي شعبة الأدوات المدرسية، وهو ده تقريبا المدخل الطبيعي لبداية المدرسة. أنا بشكر جهاز تنمية المشروعات بصراحة إن هو بيقدم لنا الخدمة المجانية ديت، بشكر الغرفة التجارية إن هم بيقدموا لنا الخدمة المجانية ودونا المعرض المجاني دوت إن احنا نيجي فيه ونشارك فيه، وبنقدم احنا كمان من عندنا بنقدم عروض جامدة جدا، بنقدم الزي المدرسي بخصم 30% و40%. تواجدي في المعرض كل سنة هنا عامل أساسي عشان الناس بتعرف الأسعار إيه وبتقارن وبتاخد أحلى جودة وأحلى سعر. إحنا بنقدم منتجاتنا كلها بأسعار مخفضة جداً جداً لأن إحنا مستوردين طبعاً أقل من السوق تقريباً، يعني أقصى حاجة 30%. في إقبال طبعاً شديد، يعني موجود المواطن معانا على طول، وفي إقبال شديد على اللحوم، هي لحوم مميزة ولحم كويس، اللحم السوداني ده لحم فريش، يعني متواجدين من أول المعرض لنهاية مدة المعرض. حاجات كتيرة أنا كان نفسي أجيبها. بحب المعرض وكل سنة باكي، واستلت لبس وهدوم، وأنا استلت هدوم وحاجات للمدرسة، واستلت بنت الكيس واشتري كتب. أرخص بكتير من برة، يعني أنا لفيت برة في الفجالة وفي النزهة وكده، لأ هنا أرخص بكتير. والله الحقيقة جميل جدا، في طبعا متنوع، في مكاتب كتير والأسعار فيه حلوة، وفي تناول الجميع، يعني كله يقدر يشتري يعني.